ونقول كل سنة وإحنا طيبين ورمضان كريم. وحلقتنا النهاردة جولة تم تصويرها في يوم 15 مارس في سوق رمضان الشهير أو سوق الفوانيس الشهير في شارع السد البراني بالسيدة زينب. بس مش هتكون فقط جولة لمشاهدة سوق رمضان الأشهر في القاهرة، لكن كمان هي رحلة في تاريخ الشارع نفسه، شارع السد البراني. أنا كان بقالي فترة عايزة أعرف تاريخ ذلك الشارع الشهير في السيدة زينب، اللي أصبح معقل الاحتفالات بمواسم دينية عديدة، بدءا بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وبعد ما بينتهي المولد بالثلاث أسابيع على الأكثر بيتم نصب سوق رمضان، وبيقعد بتاع ثلاث أسابيع قبل رمضان وبيكمل لكل الشهر. وبعد كده هوت عندنا كمان سوق حلاوة المولد في مولد النبي. فإيه حكاية الشارع دوت؟ طبعا الإجابة السريعة على السؤال لماذا يستضيف هذا الشارع سوق رمضان الشهير هو أنه قريب من منطقة تحت الربع، المعقل الأساسي والأقدم في القاهرة لصناعة الفوانيس التقليدية. بس دي بالنسبة لي ما كانتش إجابة كافية، خاصة أنا كمان كنت عايز أعرف هو ليه متسمي سد البراني، لأن سد البراني معناها أن في سد جواني. طب إيه الحكاية؟ تعبست شوية ودورت شوية، وهيبقى في جولة كده تاريخية بسرعة وإحنا بنتفرج على سوق رمضان، ويا رب التصوير يكون عاجبكم المرة دي. أولا أنا عايز أقول حاجة، إن السنة دي على الرغم من الأزمة الاقتصادية إلا إن بسم الله ما شاء الله زي ما إحنا شايفين قدامنا، كان تقريبا بقالي سنين ما شفت السوق الكبر والوسع دوت، والناس كلها ما شاء الله نازلة تشتري. حتى لو ما كانتش قادرة تشتري فوانيس هي كانت بتشتري يميش رمضان لأن كان أسعاره أرخص، وكمان كانت بتشتري ديكورات. خلينا دلوقتي بس نرجع في جولة تاريخية عن أصل واسم شارع السد البراني. نسمي بسم الله وكل من ليه والنبي يصلي عليه. شارع السد البراني رسميا ظهر في الأوراق الرسمية المصرية عام 1898 في عهد الخديوي عباس الحلمي، عندما قررت بلدية القاهرة ردم الخليج المصري بعد أن أصاب ترعته الشهيرة العطن والعفن جراء التغييرات اللي حصلت في مدينة القاهرة، وأصبح فيها شبكات مياه حديثة منذ بداية مشروع الخديوي إسماعيل في جعل القاهرة جزء من أوروبا أو ما يعرف باسم القاهرة الخديوية. خليج المصري كان تلك القناة النيلية الصناعية اللي طبقا لبعض المؤرخين بيعود تاريخها لعصر الدولة الوسطى في مصر القديمة، أصبحت كذا شارع في السيدة زينب منهم شارع السد البراني. دلوقتي بقى احنا بنتكلم على شوارع ايه؟ نقرا بقى الكلام اللي بيقول. طبقا للمؤرخين يبدأ شارع السد البراني الممتد حتى ميدان السيدة زينب، ثم يتغير إلى شارع الخليج المصري وهو بورسعيد حاليا، الممتد حتى التقاؤه بترعة الإسماعيلية قرب مستورد. ده كان جزء من الخليج المصري. ما هو الخليج المصري؟ بسرعة كده، الخليج المصري كان ترعة بتبدأ من النيل عند منطقة فم الخليج عند بداية شارع القصر العيني وسور مجرى العيون، وبتمتد الترعة شمالا حتى صحراء مستورد، وكانت بتستخدم لتصريف مياه فيضان النيل في سنوات الفيضان العليا. كان فم الخليج بيقفل بسد براني أي خارجي من التراب، وكان فتح هذا السد إذانا بأن فيضان هذا العام مرتفعا والخير سيعم البلاد. لذلك حرص كل حكام مصر على إقامة احتفال عند فتح هذا السد، واستمر هذا الاحتفال حتى زمن المماليك في منطقة السد البراني اللي هو شارع السد البراني. وكمان كان في سد جواني وبرضه كان قريب من ميدان السيدة زينب. رسميا تغير اسم الشارع من السد البراني لشارع يوسف السباعي عقب استشهاده عام 1978، بس حتى الآن يعرف الشارع باسم السد البراني، وحتى الآن ذلك الشارع هو مكان للاحتفاء بالمواسم من موسم فيضان النيل لموسم رمضان لموسم مولد النبي لموسم مولد ست الطهرة. ودلوقتي معلومة صغيرة، يوسف السباعي الكاتب الشهير ووزير الثقافة الأسبق وعضو ضباط الأحرار كان من مواليد السيدة زينب، بس هو ما كانش من مواليد
شارع سد البراني. هو كان مواليد من حارة اسمها حارة الروم، بس علشان هو كان يعني من مواليد السيدة تم تسمية شارع سد البراني بيه، بس حاليا هو معروف مع الشعب كله شارع سد البراني. وأظن يعني معلش ان تكون المنطقة من ايام المماليك لحتى الان باسم السد البراني ويعيش الاسم ده، فده يدلك قد ايه هي مترسخة في الجينات بتاعتنا. ودي حكاية شارع سد البراني. زي ما احنا شايفين ما شاء الله الاقبال على السوق السنة دي كان كبير قوي، وكمان نوعية الفوانيس كتيرة قوي. انا قريت في تصريح لحد من تجار الفوانيس ان كان فيه 240 نوع من الاشكال، مش نوع هو اشكال الفوانيس. طبعا انواع الفوانيس اللي هي الخشب والبلاستيك والنحاس المصري، في طبعا كانوا حاجات يميش رمضان، حاجات اكسسوارات رمضان، حاجات اهو زي فرش رمضان، كل ده كان موجود باسعار الى حد ما رغم ان الدنيا يعني غاليه دلوقتي بسبب التضخم، بس اهو زي ما احنا شايفين الحمد لله الدنيا حلوه وفي فرحه. ويا رب على طول شارع السد البراني يكون مكان احتفاء واحتفال بالمواسم كده على طول. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ودي كانت جولتنا النهارده، وما تنسوش لو عجبكم المحتوى شير ولايك وسبسكرايب.